الله الله الله، ده الموضوع طلع كبير وانا مش واخد بالي. بقى خلي بالك يا مهرة، الملفات والاوراق دي هتغرقك ومش هتفهمي منها حاجه. بالعكس، انا احب اشوف الملفات دي ورقه ورقه عشان اعرف كل التفاصيل. يعني مثلا الموظفين قد ايه، بياخدوا كام، الشركه بتكسب كام. بس كده احنا هناخد وقت كبير. لا، ايه رايك يا صفاء؟ ما تقولي حاجه. انا عايزه اريحها، بس هي اللي غاويه تتعب نفسها. التعب ده حلو للي زيي، بس انا ملاحظه ان الورق ده كله ما فيهوش اي سيره عن المصانع بتاعتك. دي حقيقه، ده موضوع يطول شرح حبيبتي، ابقى اشرحه لك بعدين. المصانع ملهاش ملفات، الملفات للشركه ومحلات الصاغه بس. وماله، نبقى نروح المصانع حتى لو ملهاش ملفات. وماله حبيبتي، نشوف المصانع. مش يلا روحي بقى عشان اتاخرنا. عندك حق، حتى كمان انا اخد وقتي كده وافكر في رواقه. تعبتك معايا يا صفاء بجد. لا ولا يهمك، براحتك اي وقت. تحبي تاخدي ملفين معاكي البيت تمزمزي فيهم؟ عسل. ايه؟ سيبها براحتها، سيبها تدعب زي ما هي عايزه، بس سد على الورق اللي قدامها. المهم تكون انت مبسوط يا زيدان.